الكلام عمل، والعمل محاسبون عليه. فإذا ما فوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، كما يحصل منا أحيانا نتهاون ونتساهل في بعض الأمور حتى وإن كان ذنبا. بل وصل البعض، بعض الناس يسمع سب الدين في بيته من ولده فلا يلقي له بالا، فيقول لك ما زال صغيرا وهو قد قارب العشرين، أو يقول لك شاب طائش. نحن لا يهمنا الشاب، يهمنا الكلمة التي خرجت. كم تجلب من سخط الله على الأرض وعلى هذا البيت وعلى أهله وعلى من سمع وعلى من نطق. الإثم لا يجلب إلا الكدرة والضيق والفقر والاضطراب النفسي والقلق والمساوئ.